المغربي يتوج باللقب عام 1985. ضربة خطأ للجيش الملكي يرغب من خلالها في الوصول لمرمى الحارس محمد اليوسفي. كرة سدد ممتازة جدا، لم يمهل كثيرا، لم يمهل كثيرا من الوقت لكي يسجل الهدف الأول في هذه المباراة. الجيش الملكي يتقدم في النتيجة بهدف 0، هدف يأتي في الدقائق الأولى إن لم تكن الدقيقة الثانية والثالثة من الجولة الأولى من هذه المباراة. الجيش الملكي يتقدم في النتيجة بهدف 0، هدف جميل جدا لهشام العمراني، أظن هو من أتمم الكرة في مرمى الحارس محمد اليوسفي. الإعادة ستوضح ما حدث بالضبط في منطقة الجزاء، واش كانت لمسة يا ربع؟ حكم يتدخل للإعلان، كم شاف ان هناك لمسه يد لاحمد جحوح ويتدخل الاعلان عن ضربه جزاء للجيش الملكي. سيناريو مشابه لسيناريو الجوله الاولى، الجيش الملكي يبحث من خلال الكره الثالثه عن ثاني هدف له في المباراه امام المغرب التطواني لكي يصعب الماموريه ويؤزم الوضعيه لنادي المغرب التطواني في هذه المباراه. عبد الرحيم شجن العميد في ضربه جزاء لنادي الجيش الملكي. عبد الرحيم الشاكر ضربة جزاء للعميد الذي يبحث عن الهدف الثاني له في المباراة من قدم عبد الرحيم شاكر. شاكر في التنفيذ، كرة السد والهدف الثاني 2-0 للجيش الملكي مع مطلع الجولة الثانية. من خلال الكرة الثالثة عبد الرحيم شاكر يقود الجيش الملكي للاحتفال بثاني هدف له في هذه المباراة. أحمد جحوح يورث المغرب التطواني في هدف سيصعب كثيرا المأمورية على سيرجيو لوبيرا الذي كان يبحث عن إبداء ردة فعل تتناسب مع مباراة أمام الجيش الملكي، لكن يحدث ما لم يكن في الحسبان متوقعا. ثاني هدف للجيش الملكي، كرة للجيش الملكي من الطرف الأيمن يوسف أنور. يوسف أنور بالمهارة، ما كاينش تسلل، كرة تسدد وثالث 3-0 3-0 للجيش الملكي المسجل مصطفى اليوسفي. الجيش الملكي يغرد خارج السلب ويسجل ثالث أهداف في هذه المباراة. ما خطط له جوزي رومو براتاس ينفذه اللاعبون خلال الأربع ساعة الأخيرة. مصطفى اليوسفي يسجل ثالث أهداف لتصبح النتيجة 3-0